البعض منا خائف الآن على الرزق، أحياناً قد تفصل من عمل، مدير العمل لا يريدك، مدير المؤسسة لا يريدك، ثم يكيدك مكائد ويتكلم فيك قتات ونمام وأنت بريء ولم تفعل شيئاً، والله ما فعل شيء ولا كلمة، وقع أطلع خرج. البعض يكتئب يحزن يبكي يولو. يا مؤمن أغلقوا بابا وعند الله أبواب، ومن ظن أن الرزق يقسم على أديم الأرض فقد ظن بالله السوء. الله يقول وفي السماء وفي السماء وفي السماء، أردد ولا خرد؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. إذن هذا العظيم سبحانه، هذا العظيم أغلق من البشر باب، هل كان بأمره؟ هل كان بعلمه؟ هل كان بإرادته؟ نعم. هل يراك الله وأنت تظلم؟ نعم. هل يراك الله وهم يغلقون الأبواب؟ نعم. لكن أسأل الله ألا يرى الله في قلبك خوفا من مخلوق أو رجاء من مخلوق أو اعتقادا أن هذا الشر لا يعقبه خير، هذا تكرهه، كل منا يكرهه، كل منا لا يريد أن يؤذى في رزقه، لكن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكنهم أغلقوا باب ليفتح الله لك أبواب، ليفتح الله لك أبواب، والقصص في هذا أبواب عديدة. وتجد حتى أن الدراسات تقول إن معظم الذين يثرون ويملكون المال بأعداد كبيرة وخير كثير هم الذين يتنقلون أحيانا، وأحيانا يتنقلون وهم صدقوا مع الله في توحيد وصدق، يغلق هذا الباب فيفتح الله له بابين، يغلق هذا بابين ينفتح له ثلاثة. وإياك أن تقول طيب كيف، طيب أنت في رحم أمك كيف جاك الرزق؟ تتذكر آخر وجبة طلبتها من البرجر؟ تستطيع أن تذكر الطعام الذي كان يأتيك في رحمه؟ والله ما تذكر. طيب كيف ترزق؟ الذي رزقك في رحم أمك ألا يرزقك والشيب قد لاح في مفرقك؟ أو أنت قد استتممت رجلا كاملا؟ كيف هذه الأمور غيب، والغيب بيد الله وعلمها عند الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقط كن مع الله، احفظ الله، احفظه ليحفظك، وتوكل عليه ولا تتواكل، ولا يكن الطير الصغير العصفور هذا أعظم توحيدا منك. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، نسأل الله الكريم من فضله. أحيانا يكون توفيقك بوابة شيء تكرهه، شيء ما تحبه، لكنك فوضت الأمر إلى الله فدلك الله، فوضت الأمر إلى الله فأسكن الله في قلبك الطمأنينة وأسكن في قلبك. ولذلك أحبابي الرضا، ولذلك كثير من الناس قرارات كثيرة نندم عليها، القرار الوحيد اللي تندم عليه هو القرار الذي لم تستشر فيه ربك ولم تستخر فيه ربك ولم تفوض فيه الأمر إلى ربك ولم تركع قبله ركعتين. أما القرار الذي كنت قد استخرت الله فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن لا يحتسب حتى الإبرة، حتى الشوكة، حتى الدمعة، حتى الألم، احتسب احتسب فإنك ستلقى الله، وما أعظم أن تجد في رصيدك رضا بالقضاء، ترضى بقضاء الله جل وعلا وبقدره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك ليس شرط أن تظهر لي ولا لك الحكمة، أحيانا في أمور ما تظهر لنا الحكمة. ولذلك العلماء يقسمون الحكمة إلى قسمين، حكم تعبدية لا يظهر حكمتها، وحكم معللة نرى حكمها. لكن بعضنا يقول يا شيخ فلان ولد له 11 ابن ولم يعش منهم أحد، مسكين، ويمدها مسكين. أنت ترحمه أكثر من الله؟ 11 ابن يستقبلونه بعد وصول الجنان يفتح أبوابها، ألا يغبط هذا العبد المؤمن؟
على قدر معرفة العبد بربه يرضى بقسمته وعطائه. على معرفتك بالله ترضى به سبحانه، وعلى معرفتك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تعرفه وتدعو الله به. إذا علمت أنه العليم وأنه الحكيم، إذن تفوض الأمر للعليم الحكيم سبحانه وتعالى. من فوائد قول الحق: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قال أن هذه الآية تريح القلب من الأفكار المتعبة والاختيارات والتقديرات. أي والله يا شيخ، بعضنا عنده مكاتب استشارية، وهذا أمر استشارات نفسية واستشارات اجتماعية واستشارات اقتصادية، جميل يا أخي أن تستشير أهل الخبرة، لكن ما رأيك أن تفوض الأمر إلى الله؟ في بعض الأمور لا يمكن أن يشير أحد عليك بها. تريد أن تتزوج، وش الناس كلهم يقولون؟ هذا البيت هو أفضل البيوت، جميل، هذه استشارة، بس باقي الاستخارة. الاستشارة للمخلوقين لا يحكمون إلا على الظواهر، أما العواقب فلا يعلمها إلا الله، عاقبة الأمر بيد الله. أما الظاهر كلنا نقول والله هذه تجارة ناجحة، هذه امرأة صالحة، هذه دراسة مجيدة، هذا تخصص رائع، ما تدري، ما تدري. الذي بيده العاقبة بيد الله ترتاح. وإذا رأيت سكينة في نفس إنسان ظاهر حياته الآلام، وشفت واحد مضطرب وحياته لربما فيها نعم، فاعلم أن هذا قد فوض الأمر إلى الله، وذاك اتكل على حوله وقوته. واللي دائما يتوكل على ذهنه وذكائه دائما يخاف، يخاف ينقلب عليه الأمر. والله أنا كسبان السنة ذي، بس والله السنة الجاية مدري. المرة هذه والله إلى الحين الأمور ماشية، لكن والله مدري عنها بعدين، قد تنجب أبناء ثم بعد ذلك ينقلب المجن. ها والله المدير، والله أنا وياه ربع، لكن والله مدري يجي واحد يقول لك كلمة ولا منه ينقلب علي. والله لو فوضت الأمر إلى الله لقرت عينك. حتى تستقر العين حقق قول العظيم: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شكر الله لكم معاشر الأحباب اجتماعكم وهذا اللقاء المبارك في هذه الروضة المباركة من رياض الجنة، سائلا الله ذي المنة أن ينادينا من السماء نداء أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد، أستودعكم الله.